السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل حلقة جديدة من البرنامج الإخباري تحت الضوء، ونستضيف لكم فيها السيد المختار والقاقية المدير العام لترقية القطاع الخاص. مرحبا بك. أهلا بك. مختار والقاقية عفوا. احتضنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة صباح اليوم فعاليات اليوم العالمي الذي ينظمه قطاع الاقتصاد والمالية بمناسبة تقدم بلادنا مجددا بعشر نقاط في التصنيف الدولي الخاص بممارسة الأعمال. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع نناقشه في المحورين التاليين: ما مؤشر مناخ الأعمال وما دلالاته؟ وما الذي حققته بلادنا في مجال تحسين مناخ الأعمال؟ قبل الدخول في النقاش نتابع التقرير التالي. خلال هذا اللقاء المنظم من قبل ممثلية البنك الدولي ببلادنا، تم تقديم التقرير السنوي للبنك الدولي حول مؤشر تحسين مناخ الأعمال Doing Business 2018 المكرس لمدى تقدير فريق ممارسة الأعمال لدى البنك لجهود بلادنا المبذولة من أجل تحسين مناخ الأعمال. وفي هذا السياق يأتي افتتاح هذا اليوم الإعلامي الهادف لتسليط الضوء على أهم الإنجازات التي تحققت والخطوات التي قطعت على طريق تنمية مناخ الأعمال والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من جلب الاستثمارات التي تشكل أحد أهم مرتكزات الاقتصاد العصرية. وقد أكد التقرير من جديد قوة إرادة السلطات الموريتانية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني عموما ومناخ الأعمال بصفة خاصة إلى أفضل المستويات وفي ظرفية وجيزة. وأبرز التقرير تقدم موريتانيا بعشر درجات حول مناخ الأعمال، والتي تسعى من بين أمور أخرى إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات بعد توفيرها جميع الظروف المناسبة. مرحبا بكم من جديد، وأرحب بضيفي السيد المختار والقاقيه، أتمنى نكون نطقت الاسم صحيحا، المدير العام لترقية القطاع الخاص. مرحبا بك من جديد. ما هو مؤشر مناخ الأعمال وما دلالته؟ تعريفه. بداية أشكركم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة للتواجد معكم هنا للكلام بتفصيل أكثر عن ما جرى اليوم وجرى يوم أمس في مقر البنك الدولي من إطلاق لتقرير 2018 والمحتوي على نتائج تهم بلادنا بخصوص مؤشر ممارسة الأعمال. مؤشر ممارسة الأعمال هو مؤشر يعنى بعناية كبيرة من طرف المستثمرين الذين يتابعون من خلاله مدى تقدم مناخ الأعمال في الدول التي يهدفون إلى الاستثمار فيها. من ذلك كانت هذه الأهمية التي تعطيها الحكومة الموريتانية لهذا المؤشر، حيث هناك خارطة طريق سنوية تتبنى هذه المنهجية كأداة لتحسين مناخ الأعمال. وهو على كل حال على مستوى العالم معروف، وكل الدول تتطلع في أكتوبر من كل سنة لمعرفة ما هو التصنيف التي حصلت عليه بعد جهود تكون قد بذلتها بإصلاحات متعددة. هذا باختصار هو المؤشر من حيث هو وآلية. طيب، ما هي المعايير التي يعتمدها هذه المؤشر لتصنيف الدول، تصنيف مناخ الأعمال في الدول؟ المؤشر يعتمد على أن تكون هناك نوع من نقاط تعطى على مؤشرات عشر محددة تبدأ بتتابع حركة حياة المؤسسة من بداية إنشائها وحتى لا قدر الله إذا اضطرت إلى أن تصفى، تكون هناك حالات تصفية إلى إفلاسة. المراحل كلها يغطيها المؤشر، وكل مرحلة عندها عدد معين من النقاط، ومبني على فكرة أن فريق البنك الدولي المعنى بهذا المؤشر يرصد ما هي أحسن الإجراءات المتبعة عالميا ويعطيها درجة 100%، ويصنف الدول حسب كل معيار من المعايير من مدى اقترابها وابتعادها من هذا النموذج المثالي للإجراءات المطلوبة. لو أعطيتنا هذه المعايير أو بعضها. هي معروفة أصلا، كما قلت تبدأ ببدء النشاط التجاري، ثم لما يبدأ النشاط التجاري تستخرج رخصة البناء، ثم هناك تسجل ملكية هذه القطاع العقاري المقتنات، ثم هناك مؤشر إنفاذ العقود أيضا إذا كان هناك أي خلل مع التزامات الأطراف
بالعقود الشهرية العادية، وهناك أيضا الربط بالكهرباء اللي يهم المستثمر، وهناك كذلك إذا أراد أن يستورد التجارة عبر الحدود ما هي الإجراءات التي يقام بها عبر الحدود لتسهيل الاستيراد والتصدير، ثم هناك كيف يدفع الضرائب، وهل هناك نظام سهل لدفع الضرائب، ثم إذا كان هناك مشاكل أو شيء وحصل تصفية هل سيحصل المستثمرين الأقلية على حظهم من الشركة. والعاشر اللي هو النظام القضائي. نظام القضائي هو ثلاث أو أربع مؤشرات من هذا تعنى بالنظام القضائي، وبعضها يعنى بتبسيط الإجراءات، والباقي حول النفائل القروض، وهو اللي بقي أن يعني أشير إليه. أيضا يعنى أيضا بمدى سهولة الحصول على القروض بالنسبة للمؤسسة. يجر بذكر أن هذه المؤشرات مبنية على أساس المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لأنها هي غالب ما يكون في اقتصاديات الدول، وهو ما هو غالب ما يؤدي إلى خلق فرص العمل. طيب بين هذه المؤشرات الثلاثة أيهم كانت موريتانيا هي المؤشر المرتفع فيها نسبة؟ هي مؤشرات عشر كما قلنا، وأكثر مؤشر نحن متقدمين عليه الآن هو مؤشر بدء النشاط التجاري، يعني إنشاء البداية. مؤسسة نحن عندنا 90% تقريبا، 91% هذه السنة على مستوى إنشاء المؤسسة، هذا أكثر شيء. وأقل مؤشر عندنا هو مؤشر الإفلاس لا قدر الله، لأنه نظام القضائي. مع أن فيه مؤشرات أخرى في نظام القضائي يعني نحن متقدمون فيها يعني. طيب كم نسبة المئوية التي حصلت عليها موريتانيا عموما؟ كم؟ موريتانيا اليوم حصلت على نسبة من ناحية رمزية بالغة الأهمية، لأن عندنا نسبة 50.88%، يعني أننا قطعنا منتصف الطريق للوصول إلى أحسن إجراءات ممكنة. طبعاً الدولة الأولى حصلت على 67.5% من بين في هذا التصنيف. كم تصنيف موريتانيا بين الدول المنطقة؟ التصنيف على المستوى إفريقيا نحن تحركنا بسبع درجات، فكنا 33 السنة الماضية، والسنة هذه أصبحنا 26. على مستوى العالم العربي كنا 15 وأصبحنا 13. يعني أن في محيطنا العربي والإفريقي حصل تقدم سنوي، وكان يحصل السنوات الأخيرة. والأهم الإشارة إليه قبل الانتقال إلى سؤالكم الآخر هو رمزية الإصلاحات التي قيم بها. نحن قمنا هذه السنة كحكومة. هو السؤال الثاني كان السؤال الإصلاحات التي قامت بها موريتانيا ووصلت إلى الإصلاحات التي قامت بها موريتانيا كانت خمس إصلاحات هي التي أدت إلى كل هذه النتيجة التي ترون. لو فصلت هذه الإصلاحات نعم، هذه الإصلاحات هي أولها أننا على مستوى النشاط التجاري كمؤشر تمكننا من تنفيذ الاستمارة الموحدة، أو صارت مستخدمة الاستمارة الموحدة، يعني أن جميع المراجعين جميع الممثلي المعنيين بإنشاء المؤسسة هم موجودون في شباك الموحد، ولم يعد هناك أي علاقة بينهم مع المراجع. المراجع لديه استمارة واحدة يعبئها، ومن خلالها يتم إنشاء المؤسسة كلها، وهذا هو النمط الأحسن في إجراء المؤسسات. ونحن اعترف بهذه السنة وحصلنا على الإصلاح أول. الإصلاح الثاني كان على مستوى تسجيل الملكية، فالمنظومة العقارية تحسنت أيضا، وصار هناك نشر على مواقع الإدارة العامة للعقارة وملاك الدولة للمعلومات المتعلقة بالملكية العقارية، وكذلك هناك شفافية في معاملات تجارية وإحصائيات حولها، وهذا أيضا مهم للمستثمرين ومهم للبنك الدولي كفريق يراقب هذه المؤشرات. وعلى مستوى إنفاذ العقود أيضا تحسنت الخدمات القضائية من خلال أن العدالة التجارية اليوم تنشر جميع الأحكام القضائية على مراحل المختلفة من محكمة التجارية ومحكمة الاستئناف، هم محكمة العليا، تنشر على مواقع الإنترنت وتنفذ تنشر الأحكام أم تنفيذها. المؤشر هذه السنة يعنى بنشرها أولا كمرحلة، والتنفيذ إن شاء الله مؤشر آخر يعني لتقييمه، هو موجود ولكن تقييمه سيكون يتطلب توثيق أكثر إلى أن يتم تقديمه. المؤشر الرابع التجارة عبر الحدود، وفيها عدة أشياء لعل أهمها أن الإجراءات على بصفة عامة على مستوى الميناء تتجه نحو كثير من التبسيط، من خلال أن هناك تعريف موحدة تجمعها الجمارك، مقابل أن كان هناك عدة هيئات تجمع رسوم متعددة، فصارت هناك تعرف موحدة. وكذلك هناك أيضا إلغاء للوزن التلقائي، وذلك أيضا خفف من 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 من, من الضغط على الميناء، وخفف أيضا من فترة قلص فترة بقائهم. وأيضا فيه بعد آخر في الميناء مهم، هو أن البنى التحتية على العموم تحسنت واعترف بذلك، فكان هذا إصلاحا مركبا من ثلاثة إصلاحات. الرابع لأن الآن لابد أن نكملها، الخامس هو دفع الضرائب، بمعنى أن سهولة
أن يكون يقوم صاحب المؤسسة بدفع الضرائب، والضرائب هنا في مفهوم البنك الدولي تشمل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي. ونحن هذه السنة كان لنا إصلاح على مستوى أن التأمين الصحي صار دفعه بدل من 12 دفعة سنوية صارت هناك دفعات فصلية كل 3 أشهر، وهذا يعتبر تخفيف على المستثمر من حيث الوقت الذي سيستنفته في ذلك. هذه هي 5 إصلاحات هي التي أدت إلى أن كان هناك قفزة بعشر نقاط على ترتيب الدول. طيب قد يتساءل المواطن البسيط متى ستنعكس هذه التحسن، متى سينعكس على حياته؟ هذا منعكس حاليا، هو لو لم ينعكس اصلا يقاس، انعكاسه هو على حياه الناس جزء من ما يقيم. لو لم يكن شباك واحد يجري الاجراءات وفي 48 ساعه لعلكم رايتم شباك واحد، لو لم يكن كذلك، لو لم تكن لديه احصائيات على موقعه بالانترنت ينشرها ويؤكد فيها كم ياخذ الملف العادي، لما كان يعترف بالمؤشر اصلا، فالمؤشر محايد. من هذه الناحيه هذا قياس لاجراءات منعكسة، وتسجيل الملكية الشفافية المعاملات لا يمكن إلا أن تكون رافدا مهما من الروافد التي تهم المستثمرين عموما. والتجارة على الحدود سيبسط على الناس حياتهم اليومية في الاستيراد والتصدير، والناس قبل ذلك كانوا يقضون أيام عديدة في الإجراءات الجمركية، والآن صارت هناك تعريفة جمركية موحدة وصار هناك إعلان جمركي واحد، وهذا لا يمكن إلا أن يكون محفزا للمستثمرين ومحفزا للمتعاملين. طيب هل انعكس هذا التصنيف على الاستثمار الدولي، استثمار المستثمرين الخارجيين؟ هل انعكس هذه التصنيفات وهذا التحسن، هل انعكس على طلباتهم وانعكس على حضورهم في الاسواق الموريتانيه؟ ينعكس. اتركونا نتكلم الجانب العملي. اول شيء نسال عنه نحن كمكلفون بالاستثمار، اول شيء نسال عنهم هو تصنيفنا على المستوى الدولي. يعني اول ما يعلم المستثمر ان بلادنا تعمل على هذه المؤشرات وانها تلقى تحسنا، يكون مستعدا تلقائيا لتقبل ان هذا بلد فيه تحسن وفيه عنايه بتحسن مناخ الاعمال، فهو عامل رئيسي في جلب المستثمرين وطمانتهم على الاستثمار في البلد. طيب شكرا جزيلا لك سيد المختار والقاقي، شكرا جزيلا لك مدير العام لترقية القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية، شكرا جزيلا لك. أشكركم الدولي. أشكركم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، في أمان الله.